بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في قناة التداول العربي، نرحب بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه للكلام عن كيفية استعادة الأموال من شركات التداول ومواقع التداول والاستثمار الوهمية والنصابة، والتي تغري الناس عن طريق إيهامهم بأنها ستتداول لهم وتربح لهم أرباح كبيرة وأرباح مضمونة، لكن دون فائدة. طبعا معظم طرق النصب والاحتيال تكون كالتالي: في البداية تعلن تلك المواقع وتلك الشركات أنها سوف تستثمر لكم في سوق الذهب وفي سوق العملات وفي سوق النفط وفي سوق الخيارات الثنائية والفوركس وغيرها، ثم يقوم الكثيرون تصديق هذا الكلام وإرسال حوالاتهم وأموالهم إلى تلك الشركات بطرق عديدة، يعني التحويل يتم بطرق عديدة، لكن في النهاية تكون النتيجة أن تلك الشركات ترفض السحب وتخدع الناس. يعني ممكن في البداية لما تفتح المحفظة أو الحساب بحطوا من عندهم أرباح وهمية، مثلا تفتح مثلا 5000 دولار أمريكي بصيروا مثلا 30000 40000 دولار أمريكي، لكن إذا قررت أنك تسحب جزء من هذه الأموال أو تسحب هذه الأرباح أو الأموال، يكون في عندهم حجج جاهزة كاذبة، مثل مثلا ادفع ما عليك من ضرائب، ادفع ما عليك من رسوم، ادفع ما عليك من أتعاب، ادفع ما عليك من تأمين، وكل تلك الحجج كاذبة وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع. الآن يعني احنا باعتبار انه الحالة اللي بنشرح عنها بعد ان تتم عملية النصب وبعد ان تنصب تلك المواقع، طبعا تلك المواقع نصابة وكثيرة وكل يوم تنشأ مواقع جديدة لهذه الغاية وتستغل حاجة الناس وتستغل المبتدئين خصوصا الذين ليس لديهم خبرة في عالم التداول والاستثمار عبر النت، تقول لهم أودع مثلا أموالك ونعطيك أرباح كبيرة ومضمونة، ثم يضيفون من عندهم أرباح وهمية، وإذا أردت أن تسحب كما ذكرنا تبدأ المعوقات وتبدأ الحجج وكلها حجج وهمية وكذابة. طبعا تلك الشركات شركات تكون مجرد موقع على الإنترنت، لا يوجد مقر حقيقي لها، العناوين التي تضعها على مواقع الإنترنت عناوين وهمية، يعني عناوين يعني ممكن إنه يحط العنوان في لندن أو يحط العنوان في السعودية أو في الإمارات أو في البحرين أو يحط العنوان في أمريكا أو في ألمانيا، يكتب لك مثلا شارع كذا بناية كذا طابق كذا، لكن في الحقيقة والواقع إن تلك العناوين عناوين وهمية. يعني وإذا أنت سألت مثلا أي شخص في تلك الدولة، مثلا سألت سفارة تلك الدولة، سألت وزارة الصناعة والتجارة، سألت الجهة التي ترخص شركات التداول عبر النت في تلك الدولة، سيقولون لك لا يوجد لدينا هكذا شركة. لكن في البداية إحنا دائما علينا أن نكون حذرين، لا نصدق أي شركة تعرض عروض أرباح وهمية أو تتداول نيابة عنك وتستثمر لك وتربح أرباح كبيرة، كل هذا وراء وكذب. لا يوجد شيء اسمه إدارة محافظ بربح كبير ومضمون في عالم التداول والاستثمار عبر النت. هم يغرون الناس بالتداول بالذهب، بالتداول بالعملات الرقمية، بالتداول بالفوركس بالنفط، ويقولون لهم ربح فلان مثلا من بلدك، ممكن انهم يعطوك رقم هاتف لشخص في بلدك ويطلبوا منك ان تتصل عليه وتتاكد منه، يكون هذا الشخص متفق معهم على انه ياخذ عموله مقابل انه يقول للناس والله انا اودعت مثلا 10000 وسحبت 100000، وبيعطوه عموله مقابل انه كل شخص بيتصل فيه بيقتنع بودع عندهم وبينصبوا عليه وبيسرقوا امواله. الان احنا لتجنب في المستقبل، يعني لتجنب هكذا هفوات ولتجنب الوقوع في شرك هذه الشركات النصابة، عليك أن تختار دائما شركة موثوقة. طبعا الشركة الموثوقة كل الشركات تقول عن نفسها شركة موثوقة، كيف نميز فعلا ما هي الشركة الموثوقة؟ الشركة الموثوقة هي الحاصلة على ترخيص رسمي حكومي حقيقي، وركز على كلمة حقيقي، لأنه الكثير من الشركات تضع أنها مرخصة مثلا من جهة معينة حكومية مثلا في الإمارات أو السعودية أو في الكويت أو في بريطانيا، لكن إذا سألت تلك الجهة أو ذهبت إلى موقعها على الإنترنت لن تجد تلك الشركة. يعني إذا قالت لك شركة معينة أنه إحنا مرخصين من بنك الإمارات المركزي، كيف تتأكد أنهم فعلا مرخصين من بنك الإمارات المركزي؟ تذهب إلى موقع الإنترنت لبنك الإمارات المركزي وتشاهد الشركات المرخصة، لائحة الشركات المرخصة، يجب أن يكون نفس الاسم ونفس موقع الإنترنت. أضف إلى ذلك أنك ممكن أنك تتواصل هاتفيا مع الجهة التي رخصتهم وتسألهم الشركة كذا وموقعها على الإنترنت كذا كذا وعنوانهم كذا، هل هي فعلا حقيقية؟ يجب أن يؤكدوا لك، ويجب أيضا أن تتأكد دائما. هناك عدة طرق، إما أن تتواصل معهم على الإيميل أو تذهب لموقعهم الرسمي الجهة المرخصة طبعا هناك،
المرخصة، تذهب لموقعهم على الإنترنت أو تتواصل معهم هاتفيا أو على الإيميل أو تتواصل مع يعني الجهة الاقتصادية في قنصلية تلك البلد في بلدك أو سفارة تلك البلد، المختص الاقتصادي تسأل الجهة المرخصة لتلك الشركات. يعني أي شركة تقول لك نحن مرخصون من كذا، تأكد من موقع الإنترنت لتلك الجهة التي أعطتهم الترخيص، أو تأكد عبر الإيميل أو عبر الهاتف أو عبر التواصل مع قنصلية تلك الدولة، وهذا لا يعيبك في شيء ولن يؤخرك في شيء. يعني ممكن تأخذ العملية يوم أو يومين أو حتى خلا تأخذ 3 أيام، بس بالنهاية أنت بتكون متأكد أنك أودعت أموالك مع شركة فعلا مرخصة بشكل جاد وشكل حقيقي. الآن ننصح إحنا دائما بالنسبة للخليج العربي بالشركات المرخصة من جهات حكومية ترخيص حقيقي. طبعا المملكة العربية السعودية حاليا التراخيص المتوافرة فيها لا توجد فيها تراخيص برافع مالية عالية جدا، يعني 1 إلى 100 أو 1 إلى 200، يعني التراخيص التي يبحث عنها معظم المستثمرين. تراخيص شركات تداول عبر الإنترنت في السعودية تراخيص لرافع مالية اعتيادية يعني عادية، وليست رافع مالية كالتي في شركات الفوركس والتداول عبر الإنترنت. لذلك النصيحة حاليا هي أن تتداول في شركات مرخصة من بنك مركزي في دولة خليجية، لكن بشرط أن يكون مقر تلك الشركة في نفس الدولة وتقدم كل الخدمات الشاملة المتكاملة يعني بشكل متكامل. طبعا مثل الشركات المرخصة من بنك الإمارات المركزي، هناك شركة ADSS الإماراتية مرخصة من بنك الإمارات المركزي تقدم كل الخدمات، وهذه الشركات يعني هذه الشركة شركة موثوقة ومضمونة، وكل اللي جربوا هذه الشركة طبعا حمدوا فيها وشكروا منها، لأنها شركة تقدم كل الخدمات. السحب والإيداع فيها سهل وسريع، فيها تدريب شامل متكامل وتحليل يومي شامل متكامل للمتداولين، إضافة إلى أنها بتقدم حسابات إسلامية وعادية وتجريبية. ومنصة ميتا تريدر مميزة، دائما اختاروا منصة ميتا تريدر لأنها الوحيدة الموثوقة على مستوى العالم في التداول عبر الإنترنت. طبعا قبل عدة سنوات بعض الشركات حاولت تقليد شركة اي دي اس سيكيورتيز، طبعا هي حاليا اسمها اي دي اس اس لكن سابقا كان اسمها اي دي اس سيكيورتيز. حاولت شركة نصابة يعني في الخارج غير معروفة انها تدعي انها احنا شركة اي دي اس سيكيورتيز، وسجلوا موقع على الإنترنت اي دي اس سيكيورتيز دوت كوم، لكن كلمة سيكيورتيز شالوا حرف الاي عشان يقدروا يسجلوا الدومين وخلوه باي يعني بدون اي، وسجلوه على النت وخدعوا بعض الناس يعني للاسف. لكن دائما تاكد من الشركه، لانه كثير من الشركات النصابه الان بتتقمص اسماء شركات عريقه ومرموقه على مستوى العالم وعلى مستوى الخليج، وبتحاول انها تتقمص شخصيات الاعتباريه لتلك الشركات وبتسجل دمن قريب جدا منها، او بتسمي من نفسها مثلا شركات نصابه مثلا اسماء شركات عملاقه في الخليج العربي. مثلا نيجي على مثلا شركه اعمار ولا على شركه ارامكو، ارامكو فوركس واعمار فوركس والخليج والجزيره والسعوديه الفوركس والاماراتي الفوركس، هذه يعني شركات نصابه بتستغل هاي الاسماء عشان تخدع الناس. لان احنا لسه ما وصلنا في صلب الموضوع، صلب الموضوع انه الاشخاص اللي تم النصب عليهم الان ببساطة يعني لكي تستعيدوا أموالكم من تلك الشركات النصابة في عدة طرق. يعني ممكن بنسبة 80% إذا استعجلتوا أنكم تستعيدوا أموالكم من الشركات النصابة. الطريقة الأولى إذا أنت كنت أودعت عن طريق الفيزا، يعني عن طريق الفيزا أو الماستر كارد، خلال شهر يعني خلال شهر ممكن إن الأموال لا زالت موجودة عند شركة فيزا. يعني أنت أودعت للشركة النصابة من خلال استخدام الفيزا، لكن الأموال بعدها عند شركة فيزا خلال شهر. ممكن أنت مباشرة بعد ما تتأكد وتعرف إنهم نصبوا عليك، إذا كان الوقت خلال شهر، بتحكي مع البنك وتقول لهم شركة كذا موقعها على الإنترنت موقع نصاب نصب علي وسرق من بطاقتي وقرصنها مبلغ كذا. الآن البنك شو بيعمل بهاي الحالة؟ مباشرة بتواصل مع شركة فيزا أو ماستر كارد أو أمريكان إكسبريس اللي بتعامل معها البنك، طبعا هو واجب إنه يعمل هيك لأنك أنت عميل عند هذا البنك، هو اللي أعطاك البطاقة. بتواصل معهم وبحكي لهم إنه أنا عندي زبون نصب عليه مبلغ كذا، طوالي شركة فيزا مثلا بتحجز هذا المبلغ، وممكن احتمال كبير ترجعه للبنك ويرجعوا لك البنك المبلغ. الآن هذه الطريقة الأولى، لكن إذا كان طبعا الفترة طويلة أكثر من شهرين أكثر من 60 يوم، المبلغ بيكون انسحب عند هذولاك اللي يعني اللي عندهم حساب مع فيزا، يعني اللي بيبيعوا الشركة النصابة بيكونوا سحبوه، فممكن فبتصير يعني الاحتمالية أقل. الآن الحالة الثانية ممكن أنت تكون أودعت عن طريق باي بال أو سكريل، طبعا في سكريل كمان مشهور حاليا، هذا سكريل شركة بريطانية، أو باي بال. الآن باي بال أو سكريل برضو بتقدم شكوى مباشرة لباي بال، تفتح كيس المبلغ اللي بعته او السكرين، بتقول لهم انه هذول شركه موقع نصاب طلع ونصبوا علي مبلغ كذا، طوالي شركه بيبال او سكريل بتحجز المبلغ اذا كان موجود عندهم لا زال. يعني لذلك يعني موضوع السرعه هام جدا بهذه الحالات، بتحجز المبلغ وترجع لك اياه. الان طبعا
في كمان عندنا اذا اودعت بطريقه بطاقات كاشيو برضو بتقدم شكوى لشركه كاشيو على موقعها الرسمي ان هاي الشركه وديت لها ارقام بطاقات ونصبت علي مباشره شركه كاشيو بتوقف المبلغ اذا طبعا اذا لحقوا اذا يعني صار معهم مجال وقتي بوقف المبلغ وبرجعوا لك اياه. يعني بكل هاي الاحوال بدك تقدم طبعا لهاي الشركات سواء كانت البنك او فيزا او بيبال او كاشيو او سكريل اسم الشركه النصابه والدليل انهم نصبوا عليك انه انت مثلا اودعت وهاي حسابك وهاي مبالغ عندهم مش راضين يسحبوا بيدعوا انه في ضريبه بيدعوا الى اخره. تقدم هاي الادله لكل كل هاي الحالات. الان الحال خلينا نقول صعبه شوي انه انت اذا حولت لهاي الشركه مبلغ مالي عن طريق حواله بنكيه في الخارج يعني حولته لدولة أوروبية أو لدولة أفريقية أو عن طريق وسترن يونيون. الآن هاي الحالة صعب إنك تسترجع فيها الأموال لأنه بكونهم وصلهم إذا كانت وصلهم للبنك اللي حولت له وسحبوه خلاص صعب. لكن في حالة معينة بعض الشركات النصابة بتعين لها أشخاص ممثلين في دولتك، يعني أنت في السعودية يكون تحويلك البنكي لشخص في السعودية تابع لهاي الشركة النصابة، بيحولوا الأشخاص داخل السعودية له وهو بدوره بحول الأموال كلها لهاي الشركة مقابل طبعا عموله، هو بيعمل هيك مقابل عموله. الان اذا انت تواصلت مباشره مع البنك المحلي اللي داخل السعوديه مثلا او داخل الامارات واشتكيت على هذا الشخص تشتكي عليه بالمحكمه، تشتكي عليه بالمحكمه اول شيء بتحكي معاه بتقول انا بشتكي عليك بالمحكمه ورجع لي اموالي، انا هاي شركتك نصابه. الان اذا مثلا رفض بتحاول تتواصل مع البنك اللي حولت له وبتشتكي شكوى رسميه بالمحكمه ممكن انهم كمان الان تستعيد اموالك. طبعا الحاله الاولى اللي ممكن الاحتماليه تستعيد اموالك بهاي الحاله بالذات انه الشخص لما تهدده انك تشتكي عليه بيرجع لك اموالك. الان الحاله الثانيه ممكن انه مثلا برفض بتشتكي بالمحكمه بوقفوا امواله وبيحجزوا امواله اذا كان مقيم او كان مواطن سواء بيحجز الاموال وبتستعيد اموالك. طبعا كل الاحوال بدك تقدم الوثائق اللي بتثبت الاوراق انها شركه نصابه. طبيعي احنا دائما هذه هي الحالات المتاحة فقط حاليا، لكن موضوع انك تدور على محامي على النت، هذول المحامين بيكونوا سلسلة يعني غير محامين غير حقيقيين، غير حقيقيين يعني بيكونوا سلسلة من النصب والاحتيال او شركة ثانية تنقذك وترجع لك اموالك. هاي الشركة الثانية بتكون شركة نصابة بتسترجع لك اموالك لمحفظتهم ويقولوا لك ادفع لنا كذا عشان نعطيك نسمح لك تسحب الاموال. يعني كل هاي سلسلة نصب واحتيال، الشركات هذه اللي ممكن تساعدك، المحامين اللي بيدعوا انهم محامين، هذول مش محامين طبعا، هذول بس بدهم ياخذوا فلوس. طبعا بكل الاحوال دائما تداول مع شركة موثوقة. احنا بننصح دائما بشركة مرخصة من بنك خليجي مركزي ومقرة بنفس الدولة وتقدم كل الخدمات اللي انت بدك اياها، مثل شركة اي دي اس اس الاماراتية. رابط التسجيل مباشر بدون عمولات www.saudi.co. هذا رابط التسجيل المباشر بهذه الشركة بدون اي عمولات، بتفتح حسابك تتداول بنفسك، ممكن تتداول من خلال حساب تجريبي وبعدين تصير تتداول من خلال حساب حقيقي. طبعا بالنسبة للتعليقات واللي بتوصلني كثير يعني مئات من التعليقات، انا ما بقدر انه انا على كل كيس على كل حالة خاصة ارد اساعد، لكن قدر الامكان بساعد الاشخاص اللي تعرضوا للنصب والاحتيال قدر الامكان بالامكانية اللي عندي بحسب وقتي يعني. لكن بشكل عام هذه النقاط الرئيسية اللي انت ممكن تستعيد فيها اموالك. ودائما انتبه، لا يوجد شيء مجاني، لا يوجد من يربح لك ربح كبير ومضمون، لانه لو بيربح ربح كبير ومضمون مش راح يدور عليك عشان يشغل اموالك، بيشتغل بامواله. والفوركس ب $100 اذا كان في عندك شيء مضمون واستراتيجيه مضمونه ال $100 ممكن تصير ملايين خلال اشهر. انتبه دائما، اختار شركه موثوقه مرخصه بقوه وبشكل رسمي وحقيقي. دائما تاكد من الترخيص على موقع الجهه اللي رخصتها، يعني بقول لك مرخصه من بريطانيا اذهب للجهه اللي رخصتها على موقعها وتاكد بالاسم بالموقع بالضبط، لانه احيانا بيشيلوا حرف او بيعدلوا حرف أو شرطة أو إشي بسيط وبتقمصوا شخصية شركة عملاقة. ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.